مرحبا بيكم في تك تونيزي، حلقتنا سبيسيال شوية. علاش؟ أول حاجة حبيت نشكركم على 1000 أبوني على اليوتيوب، فرحان ياسر اللي وصلت العدد هذا. ممكن توما تراو عدد صغير، أنا فرحان بيه من بعد خدمة طويلة، أكثر من 60 فيديو خلطت 1000 أبوني. به شنو حبيت نحكي لكم اليوم؟ حبيت نحكي لكم على الشين نتاعنا، شنو فما جديد وشنو الحاجات اللي حبيت نحكي عليهم. أول حاجة حبيت نبدأ بيها هي رالي، فما نقص نتاع كوميونيكاسيون ما بينتي أنا وياكم، برغم اني نجاوب على لي كومونتير غالبيتهم على الفيسبوك، معناها على كيف كيف على الفيديوهات نتاعي على اليوتيوب، ولا حتى كي يجوني دي ميساج على الفيسبوك. اي حاجه مثلا عباد تسالني على منين تشري التليفون، ولا علاش ناخذ التليفون هذا، شنو هي الباهي في التليفون هذا، وشنو نخاف فيه. ساعات يوصلوا دي كونفرساسيون طويل يقعدوا سوايع، نلقى واحد باسيوني بالتكنولوجيا نحكي مع بعضنا ما يقلقنيش، عكس نعمل الجو على لي ميساج هذوما. كان عندكم اي سؤال ميسال سالوني به. باش نحكي لكم على الاسبري دو بارتاج. الاسبري دو بارتاج هو انك تبارتاجي اي معلومه عندك منها على الانترنت. هذه حاجه راها ناقصه في تونس، وهي واحده من الاسباب اللي نعمل الشين نتاعي على اليوتيوب. نعطيكم اكزامبل برا، مثلا تدخل ويكيبيديا. ويكيبيديا بتبيع، نتاكد اللي انتم تعرفوها. ويكيبيديا شكون يهبط لي باج اللي فيها، شكون يهبط لي زارتيكل، بتبيع لي زانترنوت كيفي وكيفكم البرا، في فرنسا، امريكا، اي بلاد البرا. يبارتاجيو دي زانفورماسيون بين بعضهم. هذاك علاش غادي سبب بون، ماهوش سبب الولاد، اما سبب من الاسباب ان البلدان هذوما مطولين. في تونس اي واحد عنده فورماسيون ديما يحب يخبيها عنده، عاش يحب يسكرها عنده، ما راهيش حاجه بوزيتيف انا، وهذاك علاش حبيت نعمل الشين هذا. باهي، في الميزاجور هذا باش نحكي على حاجات اخرين. باش نبداو حاجه بالبلوك. البلوك كانكم دخلتوا له قبل، جوست انا بوسيفي دي فيس تكنيك. الحقيقه ما نكتبش دي زارتيكل انا، ما نحبش نكتب لي ارتيكل، وما نجمش نكتب لي ارتيكل على حكايتين. علاش؟ خاطر حتى كي نعمل ارتيكل ما نحسش الكاليتي نتاعو انها تكون كاليتي نتاع واحد بروفيسيونيل في الكتابه. انا نحس روحي مرتاح اكثر في فيديوهات، مش كيما نكتب كتيبه. هذاك علاش جوست انا بوستي دي فيش تكنيك برك. باه، باش تقول لي هنا شنو الفائده من البلوك، شنو الفائده منه البلوك. باه، بالنسبه ليا وبالنسبه ليكم، اول حاجه انا في البلوك ديما نحط فيش تكنيك كامله، نحاول لم اكثر ما نجم انفورماسيون، ونحط وين تنجم تشريه والسوم نتاعو. بون، حاجه ضحكني ساعات هو برشا مرات نحط نبوستي على الباج، وبعد راي واحد يكتب لي قداش السوم هو ديجا محطوط في وسط البلوغ بيدو. باه، شنو اخر حبيت نحكي لكم علاش ينفعني انا البلوغ؟ واحد، باش ناخذ فكره على العباد شنو تحب كتليفونات. خاطر مثلا باش نخدموا فيديوهات مثلا تاع بريزونطاسيون، كي نلقى تليفون عنده برشا يلم برشا فيو و دي فيزيتور على البلوغ نتاعي، بصفه عامه نحاول نعملوا فيديو. هنا اول كاس صارت لي وقت اللوميا 530، وقت دريك فيه لقيت برشا عباد دخلوا في تكنيك نتاعو. يا اخي من وقتها عملت فيديو عليه ومشيت الفيديو بالكدا. هذا سبب الاول. السبب الثاني، فما كلكو زابوني نجم نربحهم البلوغ، خاطر نحط ديما بوستي زوز فيديوهات، اخر زوز فيديوهات بوستيهم على جنب. فما كيكا 5% حتى 10% من الاودينس، معناها من العباد اللي تفرج في الفيديوهات نتاعي دي من البلوغ نتاعي، معناها من حاشين ربح منه. بون، حبيت ذكركم انا كل جمعه على الاقل نحاول باش نخدم فيديو بركة، كان نجمت نخلط نعمل زوز فيديوهات. المشكله مش في الكرياتيفيتي ولا في الافكار، خاطر عندي في مخي برشا فيديوهات نحب نعملهم، اما المشكله في الوقت. نضيع برشا وقت انا في الترانسبور، ما في الكار، ساعات ما نقراش فيهم، برشا حاجات هكاكا. معناها باش نحاول قدام نحاول نعمل اكثر فيديوهات في الجامعه، اما هو المشكله مشكله وقت. الوقت مهم ياسر، حاولوا ما تضيعوهوش حتى انتوما. به، فما حاجه حبيت نحكي عليها. فما دي سيري خدمتهم قبل وتو مانيش نخدم فيهم. هنا نعطيكم اكزامبل تونيزيان ابس، علاش ما كملتش نخدم فيها برغم ان سيري تعجبني ياسر نعمل عليها جو، سورتو لي زابليكاسيون اللي برشا ماعادش نحكي عليهم. به، علاش؟ خاطر كي تتقيد بسيري واحده تقعد ديما تخدم فيها، الكرياتيفيتي تنقص. معناها تولي مثلا كي نقعد عن فيديو مره في جمعه انا، وكل مره كل جمعتين نعمل سيري هذيا، معناها مره في كل جمعتين، باش تولي حاجات تخليني ما عادش نجم نحكي عليهم. معناها تنقص شويه من الكرياتيفيتي كي يبدا عندك شويه وقت، معناها عندك اقل فيديوهات باش تحط فيهم فرد حاجه تتعاود. حاجه اخرى، فما لي زابليكاسيون على جوجل بلاي، خاطر ديما نجبد دي زابليكاسيون دروي توانسه، ما همش برشا. ساعات تجي مده تحس روحك درت على برشا ابليكاسيونات، بقاو كان كلكو ابليكاسيون ماهمش مهمين بالحق. فما بون، مازال فما دي ابليكاسيون حلوين نحب نحكي عليهم. ومن بعد لونسمون تاع الكارت تكنولوجي انترناسيونال كيك اسمه، نصور فما دي ابليكاسيون اخرين باش يظهروا، وان شاء الله ممكن نعاود نخدم عليها. اما كيما قلت لكم ما نحبش نركز ياسر على سيري بركه، نحب كل مره نعمل حاجه منوعه وحاجه جديده.
بي فما سؤال نحب نجاوب عليه، خاطر برشا مرات يجيني واحد في كومنتير يقول لي بالله تاع ميسيرش عملنا ريفيو ولا تيست على التليفون هذايا ولا التليفون هذاك. وانا بصفه عامه عندي فرد جواب، اللي هو المشكله اللي انا يوتيوبر ولا اماتور ولا تيك ريفيو ولا اماتور، معناها مش انا نختار التليفونات اللي نجم نعمل عليهم تيست ولا حاجه. اكثريه الفيديو اللي نعملهم جوست دي فيديو نتاع بريزونطاسيون، يكون تليفون ماهوش عندي منه، معناها جوست نحكي على الفيش تكنيك نتاعو. فما كلكو كا نجم ندبر تليفون، واني انا بصفه عامه نحب نخدم عليهم. اما المشكله حكيت مني باش ندبر تليفونات هذوكم، حاجتين يا اما انت تتلز تشريهم وحدك، واللي ما نصورش باش يكون الكام تاعي، اللهم يكون تليفون بيرسونيل، يا اما باش تسلف تليفون من عند صاحبك ولا من عند تقريبك ولا حاجه. اما ترسيلك تولي مقيد ياسر بالوقت، معناها تحب تعمل بالحق تيست حلو نتاع تليفون وتيست اونيت مع ما بينك انت والعبيد اللي تفرج فيك، يلزمك على الاقل تاخذ جمعه جمعتين المينيموم مينيموم باش تحكم على برشا حاجات كيما الاوتونومي نتاع تليفون. عندك علاش حتى كي تتسلف تليفون على نهار ولا اثنين ما تنجمش بالحق تعمل تيست صحيح. والحل الثالث بخلاف انك تشري تليفون بتبيع ولا تتسلفه، هو انك دبر ديسبونسور، واللي هو ما ينجمش يكون الكام تاعي، خاطر مثلا فرضا دي بوتيك ولا كونستركتور يسلفك التليفون نتاعو، الكونستركتور مثلا باش يربح نوعا ما بيبليسيتي، العباد بشوف التليفون نتاعو، والا بوتيك جوست تعمل لك بيبليسيتي، انت تعملها بيبليسيتي على جوست باش انت تعمل ريفيو يسلفوك التليفون ولا يعطيهولك صارف كيما تحب. واللي هي حاجه صعيبه في تونس، خاطر بالحق ما لقيتهاش في تونس، وما نتصورش حتى كان باش يجي عبد باش يسلفك تليفون، معناها سوسيتي العبد عمره 17 سنه يخدم على الفيديوهات، وبخلاف هذاك ما عندوش باز كبيره نتاع عباد تبع فيه 1000 ابوني كما قلت لكم، عدد كبير وصغير في الوقت، كبير بالنسبه ليا صغير بالنسبه لعباد اخرين البرا. لهنا توفى حلقتنا، ان شاء الله تكون الفيديو هذا عجبتكم. بالحق ما عندي حتى فكره كان مش عجبكم، عندي اول مره نجرب نوع تاع الفيديو هذا. بالحق قبل كنت خايف لنعملها، خاطر نومبر صغير نتاع دي زابوني تبعوا فيا كانوا، ما تصورتش معناها باش تمشي بالكدا. ان شاء الله تمشي الحلقه هذه، ان شاء الله تمشي. ما تنسوش باش تعملوا جيم ولا كومنتير باش نعرف كان عجبتكم ولا نعاود نعمل حلقه كي قدام. بون ما نحبش نعمل ياسر منها، خاطر تولي كانك تفهم فرد نوع تاع الفيديو. نحب بلوتو ركز على الكونتوني نتاع شين اكثر من اني نحكي على شين عليها. اما نصور مره في الفيل فيديو كيما كي باش تكون باهيه. تكفي تلقى على الفيسبوك وبالتويتر، ما تنساوش تابوني للشين اليوتيوب نتاعنا كانكم ماكش ابوني. وكيما قلت لكم حطوا لي في كومنتير كان عجبكم الفيديو هذا.